الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله المستشار جيرهارد شرودر يشيد بأداء الشركات الألمانية في المشروعات القومية. والمستشار الألماني السابق يقول: لمست نشاطا اقتصاديا يعكس مستقبلا واعدا لمصر. وزير خارجية مصر والسودان يؤكدان على احترام حضارة وثقافة وتاريخ البلدين. الرئيس الأمريكي يمنع ركاب 10 مطارات و8 دول من اصطحاب الإلكترونيات، وأمريكا تبرر قرارها بسبب مخاطر من عمليات إرهابية. إصابة 60 تلميذا بشبهة تسمم غذائي في محافظة المنوفية. ووزير المالية يقول: نستهدف جمع 6 مليارات جنيه من طرح شركات حكومية في البورصة.